بعد غيبة طويلة جاءت هاد العودة في محلها مع فلوق جديد. كنت غيرت السياسة ديالي وتعطيت بزاف الفيديوهات القصيرة، وذلك بسبب ضعف التفاعل ديال المتابعين، خصوصا أن الفلوق تياخدوا وقت بزاف في المونتاج. فرجاء دعموا القناة، جمجموا، بارتاجيو واشتركوا باش تحفزوني لإعطاء المزيد ثم المزيد. ومرة أخرى كنشكر كاع الداعمين لحساباتي على إنستغرام وتيك توك، وكنتمنى تزيدوا في السخاوة ديالكم إلى ما لا نهاية. فعلى بركة الله نبدأ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جو زوين ياك، مغربنا زوين. انا دابا في هذا لو بون دي لوكوس، هذا المركز سميتو سوق الحيط، مي شمه ما بين الشاون ووزن. اليوم من هذه المنطقه بون غادي نحاول انني نفتح واحد سوجي دو ديسكوسيون مع واحد الاستاذ اللي هو قديم شي شويه في التعليم، اللي غادي يناقش معايا علاش هذا المشكل ديال الاساتذه وهذا المشكل ديال النظام الاساسي، وشنو هما التداعيات نتاعو، وعلاش نايض، وكيفاش غادي يسالي، وشنو هو المستقبل ديال التلاميذ، والعديد من التساؤلات. نتمنى ان يعني الفائده تعم، ونتمنى ان بزاف ديال الناس يعرفوا اشنو هو المشكل الحقيقي. ومن هذا المنبر عاوتاني كنعاود نجدد كل الدعم، كل التضامن، كيف ما بغى يكونوا هاد الاساتذه، كيف ما بغى يكون النيفو نتاعهم، كيف ما بغى يكونوا الاشخاص. انا كنهضر على المهنه المحترمه، المهنه الشريفه، المهنه الفاضله، المهنه النبيله، اللي خاصها تكون فوق من راسنا، وخاص نورمالمون هذوك الاساتذه خصنا نحطوهم فوق من راسنا، باسكو إل ميريت هاد الشيء، وهما اللي في يديهم السوارت ديال النشء وديال المجتمع ديال من هنا لقدام. دونك بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع هذا الحوار الشيق. اذا استاذي الفاضل، السلام عليكم، شكرا بعدا اللي لبيتي لنا هاد الدعوه باش نوروا الراي العام، خصوصا لانه شي واحد اللي غادي يكون من داخل القطاع وعارف بخبايا الامور. اذا استاذي الفاضل، قول لنا اشنو هو المشكل اللي خلقوا هذا النظام الاساسي باختصار. والمهم نتمنى بانه الديسكور يكون اي واحد زعما ممكن انه يفهمه. السلام عليكم، شكرا اولا سي سعد فور يو الاستضافه. النقطه الاساسيه بالنسبه لنا احنا كرجال التعليم هي مساله الكرامه. انا كنهضر على النظام الاساسي اللي صاغته الحكومه، او ما كيصونش الكرامه ديال الاستاذ، فهو مجرد مسطره ديال العقوبات. المساله ديال النظام الاساسي فهو خصو يحدد المهام بوضوح، يعني ما تكونش فقط جمله ديال العقوبات في حقه، ويتصاغ بواحد الطريقه اللي تصون الكرامه ديال الاستاذ بصفه عامه وتعطيه الحقوق ديالو. شنو هو دابا اهم مشكل؟ المشكل الاساسي اللي فجر الغضب واستفز هذا لو كور ديال التعليم بالدرجه الاولى، نقدروا مثلا نرتبوهم من واحد لجوج لثلاثه اربعه. شنو هو دابا انت كرجل تعليم في نظرك اشنو هو المشكل الاساسي اللي فريمون معصب عباد الله وكيحسوا الناس بانه تهانوا في ذاك النظام؟ اذا المساله الاولى كما قلت لك هي الصياغه ديال النظام الاساسي، فهو جا ما كيلبيش الحاجات اللي طال انتظارها. يعني الحوار الاجتماعي هذه السنوات هو كاين في اخر مطاف، كنتفاجئوا بان حتى النقابات ما طلعوش على هذاك المضامين ديالو، وبانه داز وتصدق عليه وخرج الجريده الرسميه بصيغه يعني رسميه. دونك المساله الثانيه عدم جهه زياده في الاجور، ما يمكنش رجل التعليم يكتفي بداك التعويضات الترقيعيه ولا بمجرد تحسين الدخل كما تقال بتصحيح الاوراق امتحان ولا شيء من هذا القبيل. بالعكس خصها تكون زياده في الاجور فعليه، تزاد في الارقام الاستدلاليه بشكل اللي يضمن التكافؤ الفرص بحال كما كاين في قطاعات حدين اخرين. كيفاش كتفسر دابا سي الاستاذ ان يعني رجل التعليم كيبدا ب 5000 درهم 4800 درهم، وقطاعات اخرين كيدخلوا بنفس السلم وفايتينهم يعني ب 1000 ولا ب 1500، حيت سمعت انا ارقام اللي بحال مثلا قطاع الصحه، قطاع يعني الناس ديال الشرطه، الناس ديال يعني ديال الوزارات الاخرين بحال الماليه بحال العدل بحال هذا. كيفاش كتفسر انت هذا التفاوت؟ فهنا التفاوت كما قلتي سي سعد هو ما عندوش تفسير صراحه، لان هذه سنوات والرجل التعليم كيتسنى انه تستجب ليه الحكومه المطالب ديالو، لان كان اتفاقات مع الحكومات السابقه، منهم اتفاق اللي معروف ديال 26 افريل 2011، واللي داك البنود اللي تساغت فيه في داك الاتفاق كاملها تجمدات، يعني ما تفعل منها حتى شي بند.
وكانت نضالات ديال الشغله التعليميه على مدى سنوات كتطالب بالزياده في الاجور، كتطالب بدرجه جديده، بترقيات الى اخره، تحديد المهام، نقص الساعات الاضافيه اللي تزادت يعني في الثمانينات. هاد الامور هادي كامله ديما كينوعوا ديال الحكومات المتعاقبه وما تلبس منها حتى حاجه. واخر اتفاق كان هو اتفاق ديال 14 يناير في هاد العام هذا 2023، واللي باقي ما تفارس منه حتى شي بند. كانت المفاجاه الكبرى هي الصياغه ديال الديباجه ديال النظام الاساسي اللي شفنا في شهر 9. مساله اخرى هي مساله الترقيات، مساله ديال الترقيات فالتحفيز ما كيكونش بتعويضات ولا يعني ماشي التحفيز يكون مادي فقط بناء على المردوديه ديالك. هنا كيطرح سؤال كبير، كيفاش غنديروا نقيموا ديك المردوديه وكيفاش غادي نقيموا المبالغ ديال التحفيز الى اخره، واش تبقى دائمه ولا لا؟ دونك هناك اسئله يعني كتبقى دائما تحت رحمه المسؤول المباشر ديالك. بالضبط، يعني انا ما بغاكش تطلع ما عمرك ما غادي تطلع. اذا هذا الغموض كامل ما كيخدمش مصلحه ديال الاستاذ بصفه عامه. وكيفاش كتفسر الوعد ديال رئيس الحكومه في الحمله الانتخابيه ديالو قبل ما يطلع يعني يشد الحزب ديالو زمام الامور، اللي كان قال ان رجل التعليم يعني وعدكم بواحد الزياده جو بونس 2500 درهم. حقيقه انا ما سمعتش هذاك الوعد. لا انا كنت شفت، انا شفت انا هذا شفتو سمعت مؤخرا تر هذا فعلا تر هذا النقاش. وما هذيك حمله انتخابيه ما نتفاجئش انا ان تكون بزاف الوعود خاويه، راه منهم واحد ما عقلش سميتو في وزير قال لك ضربوا علينا بالحجر ياك. انا ما لكمش من 2026 ضربونا بالحجر. ايوا هذيك جمله من الوعود ما صراحه ما نقدرش نقول لك انا شنو. واش انت كيبان لك ان دابا يعني هذا الصراع ما بين النقابات والتنسيقيات واش كيخدم شي غيره؟ لحقاش انا شفت ان شي غيره متمسكه بالتمثيليه ديال التنسيقيات. هذوك الحكومه كتقول لك ما كيعترفوش بالتنسيقيات، حيت التنسيقيات ما عندها حتى شي سند قانوني، ما عندها حتى شي وجود قانوني، وانهم وعاوتاني الشغيله كتقول لك انهم فقدوا الثقه في النقابات، يعني النقابات لا تمثلنا تماما. كاين وكانوا يجدوا ان التنسيقيات هما اكثر من النقابات وهما اكثر شعبيه من النقابات. النقابات في سبات عميق فعلا والتنسيقيات ما عندهمش موجود قانوني. ففي نظرك كيفاش غادي تحل هذا المشكل؟ فعلا التنسيقيات هما كتجي يعني بواحد كيفاش نقولوا عفويه، لان هي اللي فعلا كتمثل المطالب ديال الشغيله. كانت هذه الفئويه هذه هي كتضر في الحقيقه لو كور ايديكاتيف، مي في الواقع عندها واحد الفاعليه اكثر من داكشي اللي ممكن تحققوا النقابات. مي كتبقى النقابات حتى هي كتخضع لهذيك الضغوطات ديال التنسيقيات، وبالتالي في الحوار ديالها مع الحكومه راها كتمثل هذا الوزن اللي مثلته التنسيقيات. وانت كتشوف ملاحظه دابا في الشارع المغربي كيفاش الاستجابه كانت استجابه عفويه بطبيعه الحال من هاد التنسيقيات اللي توحدات في يعني في جملتها، وكان عندها تاثير قوي اللي جعلت ان الحكومه تسمع المطالب ديال الشغيله. دونك هادي دابا تكلمنا باش نحطوا المستمع في الصوره. اذا تكلمنا دابا على العقوبات، النظام الزجري ديال العقوبات، وانه كاينين عقوبات عقوبات عقوبات، وما كاينينش تحفيزات، ما كاينينش مكافآت، ما كاينينش تشجيعات لرجل التعليم. وتكلمنا على المشكل ديال الزياده في الاجور، ان رجل التعليم محقور وان الاجر ديالو هزيل ولا يفي بالتطلعات ديال الاسر ديالو ولا يفي بالمقتضيات ديال الوقت. هذا الوقت اللي الغلاء يا ربي يعم كاع جميع القطاعات، وان الاجر ديال 5000 او 6000 ولا 7000 ولا حتى 8000 درهم ما بقاش ديال 2024. يعني نقدروا نقولوا هذه 10 سنين من قبل كان ممكن انه يقضي الغرض، ولكن دابا ما كيقضيش. ندوزو دابا للترقيه. الترقيه كاين بالنسبه للثانوي التاهيلي، واخا عندهم يعني خارج السلم، ولكن كيطالبوا بدرجه جديده من حقهم، لان ما يمكنش رجل التعليم يترقى واحده مره واحده في حياته. فين هو التحفيز هنا؟ دونك على الاقل خصو يتحفز يعني يترقى واحد المره الثانيه. بالنسبه للسلكين اللي بقاو ابتدائي والاعدادي فهما حابسين في واحد السلم 11 الدرجه الاولى هذه، وما يمكنش انهم يزيدوا فوق منه.
واخا تكون باقا له 20 عام ديال الخدمه. كان وعد ديال الحكومه في الاتفاق 14 يناير اللي قلت لك انهم غادي يستافدوا من الترقيه خارج السلم، يعني هذا مازال ما خرجت في النظام الاساسي ولكن مازال ما تفعلاتش، كيبقى فيها اشكال كبير وهو ديال الاثر الرجعي المادي والاداري. هذه المساله ما متحسمتش فيها لان مازال ما خرج حتى شي مرسوم اللي كينظم هذه المساله ديال الاستفاده من هذه الترقيه. هذه بالنسبه للسلكين الابتدائي والاعدادي، اليوم كيعتبروا راسهم مقصيين من الترقيه خارج السلم. دونك هذه حتى هي مساله هي مطروحه. سمعت واحد النكته ديال ديك لابريم اللي كتعطى لرجل التعليم في الاخر ديال العام ديال 10000 درهم اكونديسيون ان المدرسه ديالته تكون مصنفه ضمن مدارس الرياضه. اولا خاص تكون مدارس بصح، وباش تكون مدرسه اللي تصنف انها من مدارس الرياضه خاص عاوتاني جمله ديال الشروط. وحتى ديك الصياغه ديالها انا قريتها ما سي سعد كيما انت ما فهمتيهاش. حنا فهمنا، سمعت ان خاص تجيب واحد السيستيم بيداغوجيك ديال القرايه اللي غادي تقري اللي هو واعر وهربان بزاف ديال الدول اللي هي رائده في التعليم، وغادي تدخلوا لهنايا غادي تدخلوا علينا هنا في المغرب. زعما الدراري غادي يهربوا، ولكن كيفاش غادي تهرب بهاد الدراري الوغ كنت عندك في القسم عندك 40 واحد؟ انا كيف ما قلت لك كاين غموض كبير في هاد المسائل هادي. زعما ما ملي كتشوف النظام الاساسي ف العقوبات غادي تقول بزاف ديال الحوايج، العقوبات كلشي مفصل كلشي موضح بالماده، ولكن التحفيزات ولكن ملي كتوصل بحال هكا الامور هادي ما كتفهمهاش، كتقرا الصيغه وتعاودها كتلقى لك شي فاغ غامض جدا. شكون اللي غيصوغو كيفاش غيديروا ليه؟ كيبحال المشكل الكبير ديال اللي ما هضرناش عليه السي سعد ديال الاطر ديال الاكاديميات اللي فرض عليهم التعاقد، فهما عندهم مطلب اساسي هو الادماج، لانهم ما عارفينش الستاتيو ديالهم، ما عارفينش اياك يقولوا المبدي راه تستافدوا من الترقيه انتوما، ولكن جوج كما تنوم الفوج الاول في 2016 باقي تجي واحد مترقاو كاين اللي ما ترقاش اللي باقي ايشلون باقيين 5000 درهم باقيين اذا كيفاش غدير لهم هاد الصيغه هادي؟ دونك خصنا قوانين، خصنا النظام الاساسي يستجب اليوم تا هما لهاد الفئه هادي، لان فئه كبيره من رجال التعليم دابا راه ما عرفش العدد بالضبط ولكن راه كيتجاوز 140000 وربما غيزيد هاد العدد، غيزيد لحقاش حتى الناس المتقاعدين كيخرجوا بزاف. اييه وبالتالي راه اشكال كبير ان اش غدير مع هاد الناس ابري في الترقيات ديالهم، في التقاعد ديالهم، شنو غتحسب ليهم السنوات الفعليه اللي خدموها ولا الترقيات كما قلتي. دونك هاد المسائل كامله غامضه، يعني الحاجه الوحيده اللي هي واضحه هي العقوبات الزجريه، اما شي حاجه اخرى حتى حاجه ما واضحه، حتى حاجه ما مفعله، كل شيء كتبقى تسنى. لا 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 يعني انا ميرسي ديال الوزاره الوصيه وصافي. دونك باش نلخصوا هذه النقطه ديال الترقيه، دونك النظام ما بينش، والسنوات باش توصل للترقيه وباش انك تاسبيري انك تحسن المردود المستوى الاجتماعي ديالك، يعني خاصك تضرب سنوات وماشي مضمون. وعاوتاني كاين الاجحاف في حق الطبقه ديال الناس المتقاعدين، يعني حتى هما ما محلوا من الاعراب، ما عارفينش ريوسهم، واش هما موظفين، واش هما محسوبين على قطاع، حيت حتى التسميات لعبوا عليهم مزيان في هذا النظام الاساسي. والناس اللي هما النوابغ والناس اللي كيقراوا اونتخلينين هما اللي عاقوا بهذه التسميات. يعني مثلا كتقدر تبان لك النقطه نتاعت موظف بقطاع التعليم او لا كتنتمي لقطاع التعليم او لا موظف الوظيفه العموميه، كتبان لك بانه ساهله، الوغ كو السيستيم ديال القانون ديال الوظيفه العموميه ماشي هو هذا القانون اللي كاين مطبق في فوالا. وهنا كان لو تيرم اللي تستعمل في النظام الاساسي هذا هو ديال الموارد البشريه باش ايفيتيو هذا المشكل، لانهم مادام هما ما ينتميش للوظيفه العموميه دونك غيسرع عليهم داكشي اللي كيسرع على رجال التعليم اللي هما يعني ضمن الوظيفه العموميه. وفي المسائل اللي كتخص الحقوق ديالهم حتى حاجه ما واضحه، كلشي غامض. فكان هذا الجزء الاول من هذا الحوار الشيق، واللي من خلاله غتقدروا تلاحظوا الحرقه اللي كيتكلم بها الاستاذ واللي عارف خبايا الامور وما يطبخ في دهاليز وزاره التربيه والتعليم الاولي والرياضه. ناقشنا امور تتعلق بالعقوبات الزياده في الاجور الترقيه ومشكل التعاقد، وان شاء الله خلال الجزء الثاني غتكون محاور اخرى جديره بالنقاش. حاليا الاضرابات ما زالت تلوح في الافق موازاه مع المفاوضات مع النقابات. نتمنى ان الامور تقاد باش الوليدات يدخلوا لقرايتهم والاساتذه يرجع لهم الاعتبار ديالهم. اذا عجبك الفيديو اشترك في القناه، اضغط على زر الاعجاب وشاركه مع اصدقائك، فانا متاكد ان هذا الكلام اللي كان في هذا الفيديو غادي يبقى للتاريخ. في امان الله.